تفاصيل صادمة عن اتفاق حماس وإسرائيل ولغز 35 مليون دولار القطرية. تطور مفاجئ في العلاقات بين حركة حماس وبين إسرائيل، ففي الوقت الذي زار فيه سفير الحمدين الأراضي الفلسطينية من خلال تل أبيب، أشارت تقارير إلى اتفاقات عقدت في الخفاء. فوفقاً لما ذكرته مصادر من داخل إسرائيل، فقد توصلت حركة حماس إلى ما وصفته باتفاق وقف التصعيد مع إسرائيل. المصادر أوضحت أيضاً أن إسرائيل أكدت الأنباء المتداولة بشأن التوصل لاتفاق تهدئة مع حركة حماس قطاع غزة برعاية قطرية، حيث سيتم إعادة فتح معبر كرم أبو سالم ومنطقة الصيد والتي تبعد مسافة 15 ميلاً بحرياً في قطاع غزة. الإعلان عن الاتفاق أثار موجة من التساؤلات، خاصة بعد ظهور الدور القطري في تلك القضية، إلا أن الإعلان شمل أيضا زيادة المنحة القطرية ل 35 مليون دولار، مشيرا إلى أن تلك الزيادة ستذهب لرواتب موظفي حماس وستصرف خلال 48 ساعة. وتشير التقارير إلى أن قطر استخدمت كارت المال لحماية إسرائيل من أي هجمات محتملة من حركة حماس، فيما رضخت حماس إلى الضغوط القطرية من أجل المال، حيث بالمقابل تعهدت حماس بضبط الحدود ومنع إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، وكذلك توسيع مساحة الصيد البحري وفتح المعابر وإدخال الوقود فورا. وقالت مصادر في حماس إن إسرائيل ستنقل كذلك أجهزة طبية ضرورية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن عودة السياسة المدنية تجاه قطاع غزة إلى حالته السابقة مشروطة باستمرار السلام والاستقرار الأمني إذا لم تلتزم حماس المسؤولة عما يجري في قطاع غزة، وستتصرف إسرائيل وفقا لذلك. وأعلنت حركة حماس في قطاع غزة التوصل لتفاهمات لاحتواء التصعيد، وقالت في بيان بعد جولة حوارات واتصالات كان آخرها ما قام به الممثل القطري السفير محمد العمادي، فقد تم التوصل لتفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا. وأضافت حماس في إطار هذه الجهود سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع التي تخدم أهلنا في قطاع غزة وتساهم في التخفيف عنهم في ظل موجة كورونا التي حلت بقطاع غزة، فضلا عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد. وتابعت حماس: إذا تعبر قيادة الحركة عن شكرها وتقديرها للجهد والدعم القطري لشعبنا، تدعو الله أن يحفظ شعبنا وأمتنا ووطننا من كل سوء ومن الوباء والبلاء ومن شر الأعداء. ويذكر أنه قبل نحو 3 أسابيع من هذا الإعلان، فرضت إسرائيل سلسلة إجراءات على حماس بينها وقف توريد الوقود والعديد من البضائع والسلع إلى قطاع غزة، ما أدى إلى توقف محطة توليد الكهرباء الرئيسية في القطاع وإغلاق البحر أمام الصيادين الفلسطينيين.